مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وآخر الأحداث الرياضية في برنامجكم اليومي الدوانية. سمو وزير الرياضة يجتمع ويستمع ويستعرض مشاكل أندية الدرجة الأولى والثانية، واللجنة الفنية برابطة المحترفين تجمع على أجمل أهداف الجولة. أما عن الحدث الرياضي العالمي الأكبر والذي هز مقاطعة كتالونيا وسحب أنظار العالم الرياضي أجمع حتى تفقدوا حساباته ومتابعاته، جاء بناء على خطاب مرسل ووقع باسم لاعب العالم الأفضل ميسي. كتب فيه: أريد أن أرحب. رحب فيكم ورحب بضيوفي في هذه الحلقة، واللي أسعد بوجودهم معي في حلقة اليوم أبدأ بالمدرب الوطني والإعلامي الدكتور جاسم الحربي، الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ طلال الشيخ، أيضا المدرب الوطني والإعلامي الأستاذ يحيى جابر. حياك الله معنا اليوم. الله يسلمك أستاذ يحيى، سعيد بوجودك معنا اليوم. احنا سعيدين والله، نشكركم على الاستضافة بعد غيبة، ترى شفناك وبعدين انقطعت عنا. إن شاء الله نكون مستمرين معكم إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك. أيضا الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ علي المرشود، حياكم الله يا جماعة. الله يحييك. الله يحييك، شرفيني ومنوريني اليوم. الله يبارك. قبل البداية سعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاق الديوانية، واللي دائما يكون ظاهر معك أسفل الشاشة. خنروح للأخبار. رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل في جلسته المنعقدة يوم أمس، التي تأتي ضمن الدعم السخي المتواصل لهذه الرياضة العريقة. اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية، بحضور معالي مساعد وزير الرياضة ووكلاء وزارة الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. أعلن نادي الإبل عن تطويراته الجديدة لمزاين الإبل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل المتضمنة تغيير الفئات وإلغاء شرطي القسم، إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية. أجمعت اللجنة الفنية برابطة دوري المحترفين على أجمل 3 أهداف في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ووقع اختيار اللجنة على هدف لاعب الفتح علي حسن في مرمى الحزم، وهدفي عبد الرزاق حمد الله وأحمد موسى لاعبي النصر في مرمى العدالة. أبلغ اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إدارة النادي برغبته بالرحيل عن الفريق. من جانبه غرد رئيس كاتالونيا كيم تورا عبر حسابه الرسمي في تويتر بصورة تجمعه مع ميسي في رسالة وداع قائلا: لن ننساك وستظل كاتالونيا منزلك دائما. طيب باخذ الخبر الاول، سمو وزير الرياضه يجتمع بممثلي انديه الدرجه الاولى والثانيه، بروح معك استاذ طلال الشيخ في هذا الموضوع. اليوم هذا الاجتماع عطفا على معلومات اوليه عندنا، انه يعني هذا الاجتماع ذهب الى اتجاه مالي كثير في مساله الانديه. شوف، واضح انه وزاره الرياضه يعني حامله على عاتقها ليس فقط دوري المحترفين الانديه، ولكن ايضا يهمها كل الانديه الدرجه الاولى والثانيه، وخصوصا أكيد مشاركات فرقها لكرة القدم هي أحد أهم أولوياتها. ليس مستغرب، أيضا قبل فترة قد تحدثنا في البرنامج وجاء تجاوب سمو الأمير عن طريق الأخ العزيز الدكتور رجال الله السلمي واجتمعهم قبل كذا. الملاحظ أنه هذا الاجتماع جاء بعد يمكن ما أدري أسبوع أو 10 أيام من الحديث، لا من الحديث ومن دعم اتحاد كرة القدم، اللي كان لنا يمكن كثير من الزملاء كان لهم ملاحظات عليه، أنه يعني المبلغ اللي مطروح فتح مواجع أكثر. يعني كان كثير من الآراء أنه ترى أنه يا أما ما كان يعلن هذا الدعم، أو أنه
يكون بمبلغ مفيد صحيح. فعلا الأندية، لأن بعض المبالغ البسيطة زي ما قالوا بعض الأخوان بالفعل هي تحرج الفرق. الكل يدري أنه جاهم فلوس لكن المبلغ ما يكفي، ما يكفي سدة وين ولا وين. فباعتقادي أنه يعني وزارة الرياضة، بس مو هذا مسؤولية الإدارة يعني، حتى لو أخذت مبلغ مالي يعتمد عليك أنت في مسألة الصرف وقدرة. صحيح صحيح، ولكن لا تجي يعني تطلع في بيان وأنه أنا أدعم أندية الدرجة الأولى والثانية، وفي الأخير شفنا المبالغ أظن كانت 200 و100 ألف، 200 للأولى و100 للثانية. يعني احنا تكلمنا ذاك اليوم قلنا أنه نادي زي العين اللي ينافس على الصعود رواتب تجاوز 800 ألف في الشهر، غير تلقى عنده سيارات، عنده سكن، عنده مدربين، لاعبين. فيعني شيء جيد الدعم، لكن الدعم يجب أن يكون لما يكون باسم اتحاد كرة. اتحاد كرة مسؤول عن يعني مسابقات، يعني ما بقول الدوري للدوري الرابطة، ولكن صحيح. فعليا الرابطة يعني والاتحاد حاليا يعني يعتبرون شيء واحد، فيها مدخول كبير، في دعم كبير من الدولة. لما تدعم ادعم يعني بشيء يسوي شيء الأندية، مو أنه يحرجها. فأنا باعتقاد أنه زي ما يقولوا وزارة الرياضة حلو. هي تغطي لبعض النواقص يمكن اللي في اتحاد الكرة، هذا تصوري الشخصي صحيح. وليس لا مصدر ولا غيره، لكن من متابعتي أكثر من مرة يعني زي ما قلت سوي بكب لاتحاد الكرة في بعض الأمور اللي دعم لها وتعديل لبعض الأخطاء. ممتاز. طيب على هالموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عبدالله البوق وهو رئيس نادي سقورس. دكتور عبدالله، أولا شكرا على تجاوبك معنا في البرنامج والمداخلة، ومباشرة أسألك عن هذا الاجتماع، أهم خلنا نقول الأطر اللي نوقشت في هذا الاجتماع وأهم النتائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكر لكم هذه الاستضافة مقدرا، وحقيقة لقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز تركي الفيصل وزير الرياضة، كان الاجتماع مهم، محور الاجتماع حقيقة حول نقاط أسعدتنا بعملية استكمال الدوري. كانت محاور اللقاء حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة السعودية، ونسبة زيادة نسبة ممارسة الرياضة وتطوير الجيل القادم واستثمار نعم. المنشآت الرياضية الشبابية في المملكة العربية السعودية. حلو. كذلك استدامة الرياضيين النخبة في تحقيق أداء عالي للمستوى ورفع نسبة الشباب المشاركين في البرامج الرياضية. كانت مطالبنا حقيقة تتمحور حول المبالغ اللي صرفت على استكمال الدوري في الفترة الماضي، وهي كانت مبالغ طائلة حقيقة. كان تجاوب الأمير حفظه الله، ذلك الشخص المتفهم، ذلك الفكر الراقي في الرياضة في المملكة العربية السعودية، اتجاه الرياضة في المملكة الآن اتجاه كبير ويقفز قفزات جميلة مع سمو الأمير وزير الرياضة. الحقيقة أنه طالبنا في عملية زيادة المبالغ عند استكمال الدوري، وكان تجاوب كبير من الأمير، وأعطانا الفرصة الكبيرة أنه إحنا نتحدث عن مشاكل الأندية وعن ما واجهنا من مشاكل أثناء جائحة كورونا. حقيقة كان الاجتماع هذا اجتماع ناجح، يعني أعطينا تصور واضح لواقع الأندية. تم طرح دكتور عبد الله، تم طرح موضوع السلفة اللي طرحت في الأيام الماضية. نعم، تم طرح الموضوع السلفة اللي هي 100 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية و 200 ألف ريال لأندية الدرجة الأولى. وعد سموه حقيقة بالمزيد من ضخ المبالغ المالية للأندية الدرجة الثانية وأندية الدرجة الأولى. حقيقة كان الاجتماع اجتماع ناجح. كنا نتكلم كذلك عن عملية في عملية استكمال الدوري، عن الغاء الهبوط بين الأندية. أيوة. وحقيقة وجه سموه كان قال أن هذا الأمر يخص اتحاد كرة القدم، ونتمنى إن شاء الله أن اتحاد كرة القدم ينظر نظرة طيبة لأندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية بعين الاعتبار بعملية الهبوط. حقيقة احنا
يعني اليوم اجتماعنا كان اجتماع ناجح 100%. وجدنا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز رجل مستمع جيد، رجل مطور، رجل صاحب فكر راقي لتطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية. كان يعني معظم حديث سموه عن 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 الاستراتيجية وعن أمله في أن الأندية تستثمر الاستراتيجية والمداخيل المالية اللي تعطيها. طب هذا الموضوع اللي قبل شوي طرحته دكتور عبد الله على موضوع الهبوط، أنتم ناقشتوه مع الاتحاد السعودي؟ والله ناقشنا هذا الموضوع وإن شاء الله. وين وصل؟ إيش كانت الفكرة في الموضوع؟ والله إنهم أعتقد إن الأمر يعني ما بد فيه شيء بالنسبة للهبوط. ما بد فيه دكتور عبد الله، بس عندي طلال الشيخ يبغى يتداخل معك في هالموضوع، تفضل طلال. مساك الله بالخير يا دكتور. مساك الله بالخير يا طلال. أول شيء ودي أستفسر، وش ترتيب نادي الصقور؟ والله ترتيب نادي الصقور في آخر الترتيب حقيقة. طيب. يعني إحنا بيننا وبين الأندية اللي موجودة يمكن 5 نقاط. طيب. وثلاث نقاط ونقطتين ونقطة. طيب لو كان ناديك في أعلى الترتيب، هل كان بيكون رأيك برضو أنه إلغاء الهبوط؟ ما تعتقد أنه هذا فيه ظلم، وظلم كبير للأندية اللي تعبت خلال موسم كامل وعشان تصعد وصرفت مهما مرت الظروف مرت على جميع الأندية وليست على درجة أو على نادي دون نادي آخر. أول شيء هذا فيه ظلم كبير للأندية اللي بتصعد. ثانيا حتى من الناحية الفنية في يعني التطور اللي نشهده وفي كرة القدم، مسابقات كرة القدم، نجي فجأة ب يعني رأي زي كذا ونقول لا الغاء الهبوط، أعتقد أنه أيضا فيها إجحاف لكرة القدم السعودية وسمعتها. وأمل تقبل نقدي مع كل امتناني وتقديري لشخصك الكريم. والله شوف يا أستاذ طلال، حقيقة أنه الجائحة كورونا يعني هي من تسببت في هذا الأمر. الهبوط بالنسبة للأندية، الأندية تعبت، حتى الأندية اللي في ذيل الترتيب كذلك تعبت، يعني ما وعملت مجهود كبير للخلاص من أنها تكون في ذيل الترتيب. لكن المنافسات في المملكة العربية السعودية ودوري المملكة العربية السعودية دوري قوي وليس يعني مثل الدوريات الأخرى، دوري فيه تنافس كبير. حلو. من بداية الدوري إلى نهايته فيه تنافس كبير. طيب. أنت لو تلاحظ نتائج نادي الصقور مثلا، بضرب لك مثلا أنه الهزائم أو التعادلات اللي صارت كلها بفرق بسيط حتى مع من صعد إلى الدرجة الأولى. طيب. والآن طيب دكتور عبد الله، طيب أنا أعرف اللي أعرف أنه برضو هذا الاجتماع ناقشته ترى فيه الألعاب المختلفة بشكل عام، ما هو فقط كرة القدم، صحيح؟ الحقيقة توجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز إلى الألعاب والاتحادات جميعا. أيه؟ لم يخص كرة القدم بكلمة أو يخص كرة القدم بأمر معين. أيه؟ إنما كان اهتمامه الكبير في جميع الألعاب في الاتحادات، وكان يحرص على أنه لابد الأندية من تسجيلها للألعاب وتفعيلها في مناطقها في مدنها. نادي الصقور عنده الألعاب هذه موجودة، أتكلم عنك بما أنك معي. أنا أقول لك نادي الصقور الحمد لله رب العالمين، إحنا يعني عندنا لعبة التايكوندو، جبنا 14 ميدالية في بطولة العالم في الفجيرة، ما شاء الله 14. عندنا أبطال في الكاراتيه، عندي طال عمرك صاعد فريق الشباب لكرة القدم هذا العام إلى مصاف الدرجة الأولى. عندي فئة الناشئين والشباب في تنس الطاولة في الدوري الممتاز. يعني الدعم دكتور، أنتم توجهون للألعاب المختلفة ولا تركيزكم على كرة القدم؟ شوف، إحنا مع رؤية المملكة العربية السعودية، الرؤية في الحقيقة تتوجه إلى الألعاب المختلفة، إلى ممارسة الألعاب الرياضية لجميع فئات المجتمع. أي. في جميع الألعاب. حلو. كان هذا توجه الرؤية المملكة العربية السعودية، وهذا توجه صاحب السمو الملكي وزير الرياضة. أي. حفظه الله. أي. هذا التوجه اللي كان يتوجه، هذا التوجه اللي كان يتكلم فيه سمو الأمير. أي. كان يتوجه ويتكلم عن ممارسة الألعاب المختلفة وليس كرة القدم، كان يتحدث بهذا الأمر. حلو. حقيقة أن احنا يعني وجدنا في صاحب السمو الملكي تفكير نير. أي.
في تطور للرياضة السعودية. أنا أراهن على عملية تطور الرياضة السعودية خلال الأربع سنوات والثلاث سنوات القادمة سوف تكون لها بصمة واضحة مع صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز حفظه الله. حقيقة التوجه اللي يعمله والمجهود الكبير اللي يقوم فيه والفكر اللي يقوم فيه صاحب السمو فكر كبير يحتاج إلى عمل من الأندية جميعا. كان يعني صحيح. اليوم في اجتماعه يعني يحرص علينا على أنه لابد. أنا أعرف دكتور عبد الله أنه الأمير حريص على موضوع الحوكمة العمل، لذلك أنا سألتك على الألعاب المختلفة. الحوكمة فيها هذا الموضوع وفيها دعم مالي إذا ما اهتممتم بهذا الموضوع. اليوم كيف كان طرح سمو الأمير في هذا الموضوع؟ كان طرحه جميل، طرح حقيقة. هو كان يتحدث عن هذا الأمر، هو صلب موضوع الاجتماع اليوم كان يتمحور حول لابد من العمل حول الاستراتيجية وحوكمة الرياضة. يعني كان يتمحور هذا الكلام كله، الاجتماع كان في جله لاستراتيجية الرياضة. ممتاز. يعني اليوم كان الاجتماع نعتبره اجتماع ناجح، فخورين حقيقة اليوم بهذا اللقاء. نتمنى بمشيئة الله رياضتنا السعودية. طيب في سؤال في نفسي أنا، بما أنه اليوم معي في الحلقة اثنين على المستوى التدريب المدربين الوطنيين، المدرب الوطني دوره في هذه الأندية، أنتم كيف تفاعلتم؟ كان من حديث صاحب السمو اليوم عن لابد من أنه المدرب الوطني أنه يجد له مكان في الأندية السعودية. كان يقول أنا داعم للمدرب السعودي على أساس إنه إحنا لابد إنه يكون عمله في الأندية السعودية ويكون له دور في تطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية في جميع الألعاب. بالنسبة لكم أنتم دكتور، أنتم بالنسبة لكم أنتم كيف تعاطون معه؟ أنا منساعد في فرقة الشباب بالنسبة لكرة القدم في نادي الصقور إلى الدرجة الأولى وعمل عليهم. هو مدرب وطني عندي الكابتن عبد الله الكثيري، مدرب وطني يعني حقيقة قام بعمل مجهود كبير. كذلك عندي الفئات السنية، احنا نغذي الأندية الكبيرة، غذينا يعني نادي الشباب بلاعبين براعم. كذلك كان تغذيتنا إلى أندية أخرى في المملكة العربية السعودية، نادي الفيصلي، نادي أحد. كان لنا عملية تغذية للأندية اللي في الدوري الممتاز وفي دوري الدرجة الأولى حقيقة بالنسبة لنادي الصقور. لكن إن شاء الله بمشيئة الله أنها تكون فاتحة خير على المملكة العربية السعودية. هذه الاستراتيجية، وبمشيئة الله أن احنا نكون بقدر المجهود اللي قدمه لنا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز. تفضل تضيف شيء؟ لا أنا ما أضيف شيء، أنا شاكر لكم مقدرا لكم هذا الاهتمام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يوفق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز لكل خير ولتطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية. والخير الحمد لله إن شاء الله بمشيئة الله على يد هذا الوزير، أنه إن شاء الله الرياضة سوف تنتهي بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد الله البوق رئيس نادي الصقور. أروح معك دكتور جاسم بتعليقك على هذا الحديث لدكتور عبد الله وهذا الاجتماع للسمو وزير الرياضة والتفاصيل اللي حكاها الدكتور عبد الله في على مسألة استراتيجية الألعاب المختلفة المدرب الوطني. أول شيء مسي عليك وجميع المشاهدين والمشاهدات، سعيد جدا بوجود الأستاذ يحيى معنا اليوم. نعم. بعد غيبة طويلة كثير. شوف للأمانة احنا في نقلة ما في كلام، والأمير عبد العزيز مو غريب عن الساحة رياضي، وحنا شفنا تنوع في الرالي على دراجات على كثير من السباقات، الخيل الإبل كل هذه طبعا ما نقول ما كانت موجودة في السابق، لكن الآن لا، بتركيز أحسن، تنظيم أفضل، نقلها عالميا كإعلاميا للناس كلها، صار الكل ممكن يجي زيارة يحضر مثلا سباقات، هذه طبعا كلها الحاجات ما كانت موجودة في السابق. الآن الحمد لله في تطور، في دعم من حكومة سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. هذا أهم شيء، أن القادة للبلد هم أصلا رياضيين يدعمون الرياضة. حلو.
وين تلاقي هذه؟ هذه يعني فرصة وطبق على من ذهب، أنه أصحاب القرار هم من يدعمونك رياضيا. نتكلم عن في سنتين أكثر من 4 مليار. أي. أجيب لي أي دولة دفعت 4 مليار على الرياضة؟ صحيح. ما في يعني، إحنا هذا فخر لنا إحنا كسعوديين أن الحمد لله في دعم، في تطور، في تنوع، فيه استراتيجيات الآن لتطوير الرياضة على المدى البعيد. صح. وهذه الاستراتيجية نظرة تفاؤلية طبعاً لما تتكلم على هذا الموضوع. طبعاً ما في شك، احنا لا نضع رؤية أنها أن لازم نوصل لها بسرعة، لا، نمشي لها ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، حتى نصل إلى الهدف المبتغى، بحيث أنه يكون ممتاز ومرضي للجميع وليس متعب للجميع. صحيح. أندية الدرجة الثانية، خاصة اللي عملوا في الأندية، يمكن الأستاذ طلال يعني من الإداريين المحنكين كان في الأندية، وعملت معه في نادي الشباب. متعبة جدا للإداريين أحيانا، خاصة الأمور المالية. أنك ما تقدر تصرف أو تسير أمور النادي بالشكل اللي أنت تبغاه. يعني أنت ترسم خطة معينة لمنافسة معينة لتحقيق شيء، لكن قد يجوز المال هو عائق لك. أندية الدرجة الثانية والثالثة والأولى عندهم على مستوى الألعاب المختلفة نجاحات متميزة، تنس الطاولة، أي الألعاب المختلفة اللي ترفع حتى من دعمهم. صحيح. لدى وزارة الرياضة بناء على الحوكمة. نعم. فبالتالي هو مو حنا كل تركيزنا يمكن إعلاميين بس على كرة القدم، لا، هذا مو بصحيح. من المفترض يكون في تركيز. أنت لما تيجي مثلا مسابقات أولمبية كرة القدم ميدالية، لكن الألعاب المختلفة لاعب يجيب لك ميدالية. يعني الألعاب الجماعية لا يجب على أساس أنها شعبية ومنتشرة على مستوى العالم نركز عليها بشكل كبير. القطاعات العسكرية أنا لا ننساها، داعم كبير جدا للنجوم. أنت تتكلم عن مثلا يعني والحرس الوطني كان كل نجومه لاعبين سلة، طائرة، كرة قدم، ألعاب قوة. صحيح. قدم أسماء كثير. كل من وزارة الحرس كان. وبرضو لا ننقص من الوزارات الثانية اللي تقدم. نعم. الجوية وغيرها. صحيح. والداخلية. صحيح. كل القطاعات العسكرية الآن في توجه الآن الحمد لله، يعني بين وزارة الرياضة والقطاعات العسكرية على أساس يعيدون التوهج اللي عليه كانوا في السابق. صحيح. اللي بوصل له أن الدعم إذا توزع على الجميع اللي يشاركون في نجاح الرياضة على مستوى المجتمع حننجح. ممتاز. أنت تروح الجهات، مو بس الأندية، حتى الجهات العسكرية تساعدك. صحيح. وبالعكس أحيانا الجهات العسكرية مأمنة للاعب وظيفة. أي. على الأقل مطمئن أنه عنده راتب يجي آخر الشهر. أي. فيبقى صقل موهبته، نقل النادي يعتني فيه، وبالتالي هذا نحقق النتائج. لكن عموما أنا عايشت أندية الدرجة الأولى والثانية، الدعم قليل جدا على طبعا ما يتمنونه. إذا كانوا عندهم أهداف مثلا صعود، لو تفتح الموضوع يا دكتور، كل واحد يبغى الدعم. لا شوف، يعني ما نفتح يكون مرتاح. هي ليش انت تجي كإداري الحنكة في العمل الإداري، كيف انت تقدر برضو توزع هذه المصاريف وتتعامل معها بشكل مميز؟ طيب انت وزعت، كل واحد لو اخذ ميزانية عالية حيعرف ايش انت يشتغل، يعني شغل حطيت ليفل معين. أي. للممتاز. أي. طيب حطه في الدرجة الأولى، حط الدرجة الثانية، هذا ثابت. ان جيت انا، جاء طلال الشيخ، جاء اي واحد ثاني. أي. عندك مليون ريال حتصرفها في السنة هذه. صحيح. يعني يصير عندك خلاص زي ما نقول الشريحة ثابتة عندك، هذا هو الليمت حقها. ما تقدر إذا بتتجاوز من أعضاء شرف هذا مفتوح. وفي أعضاء شرف ما شاء الله يتجاوبون. ممتاز. ويدعمون أنديتهم. زي نادي البكريان أول، وين أول كان الأمل سابق. ايه؟ الآن الناس تدعمه ماديا. صحيح. بدأ يطلع اسمه. صحيح. أول ما كان أحد يدعمه، الآن لا. طيب. فأنا أقصد أن الدعم برضو يحتاج الإداري كيف يسير هذا الدعم. نعم. استاذ يحيى على هالموضوع كيف يمكن لك، وعلى الحديث الدكتور في، خلينا نقول في جزئيه المدرب، وحسب اخباري انه سمو الامير في الاجتماع اصر عليهم على منح الثقه للمدرب الوطني بشكل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكركم، اشكر الحفاوه والتقدير اللي منحتونا اياه، الله يبارك فيكم. الامر الثاني بالنسبه، اولا انا معجب شديد الاعجاب صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن تركي اللي بادر واستجاب اللي يمكن نداءات الرؤساء الأندية. أكيد عندهم مشاكل، معوقات، ولذلك استجاب لهم وما أناب عنه شخص آخر. نعم. يعني مثلا وكيل أو كذا. هو بنفسه حضر الاجتماع
وهذه ميزة القيادي الشاب. لما يكون قائد شاب تحصل تجد عنده الحيوية والعمل والحرص وكذا. نعم. إضافة إلى أنه يعني رجل صراحة يعمل بصمت وزي ما قال الدكتور والإخوان أنه يعني بإذن الله في عهده إن شاء الله يتحقق أشياء كثيرة. بالنسبة للمدرب الوطني اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي إن شاء الله أنه يكون خير للمدرب الوطني، لأن المدرب الوطني على مدار 50 عام أعتقد أنه يعني عانى معاناة كبيرة جدا. سببها من أشياء كثيرة هو جدا. يتحمل جزء في البداية، يمكن تأهيل في البداية هو يتحمل جزء كمدرب اللي هو المدرب. نعم يتحمل المدرب في البدايات، يعني في بدايات المشوار الرياضة السعودية قد يكون التأهيل قليل جدا للمدربين. بعد كذا الحمد لله وصلنا إلى طريقة التأهيل وأصبح أهل مدربين، أصبح لدينا الأستاذ الدكتور يمكن محاضر آسيوي يعرف أكثر مني في الشأن هذا. لكن ممكن يكون حدود 1000 مدرب الآن، 1000 مدرب متخم الوسط الرياضي بالمدربين الوطنيين، يمكن 200 أظن مدرب حامل شهادة الإيه. وشهادة الإيه شهادة كبيرة جدا على مستوى آسيا، والبي كثير، البرو الان حدود والله اتوقع حدود 60 ممكن اللي موجودين، يعني عدد كبير منهم عاطلين. صح ان في ناس يشتغلون وكذا، والسبب المشكله كبيره جدا لهذا المدرب. المدرب دائما الوطني عدوه الرئيسي هو الاداري الجاهل، انا ما اقول في الكل يعني في المجمل، لكن اقول البعض من الاداري الجاهلين دائما يحارب المدرب الوطني لاسباب نوع الجهل الفني. يعني والله انا اشوف انه، شوف انت لما تقول رئيس النادي، لما تقول رئيس نادي يتعاقد مع مدرب اجنبي او مدرب وطني، ايش الامكانيات الفنيه والمؤهلات الفنيه لهذا الرئيس النادي على اساس يحكم هذا المدرب جيد او سيء؟ والله سأل طلال، طلال هو الاداري اللي لا هو من الرؤساء الناجحين صراحه في هو رجل مؤهل يعني صراحه. ما انا ما اقصد، انا اقصد جزء من الاداريين الجهله في 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 في, 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 في الرياضه السعوديه عندنا 172 نادي. عارف انه طلال يعني استاذنا استاذنا ترى على فكره انا يعني الليله سعيد جدا، لان الثلاثه الاساتذه الاحب الموجودين كلهم سبق لي في فتره من الفترات اني عملت معهم سويا. استاذنا هذا شيء سعيد استاذنا يعني انا معي منتب سعيد لا هل حكيك سعيد؟ فالمدرب صار عنده مشكله كبيره جدا. طبعا الاداري الجاهل هذا عنده ادوات قويه جدا، يعني يمكن يكون يسيطر على أشياء كثيرة. أول شيء هو المال بيده، هو اللي يتخذ القرارات، هو اللي يتحكم في الموارد، هو اللي يتحكم في المنشآت، الخطط الاستراتيجية، الخطط قريبة الأمد بعيدة الأمد، القرارات الارتجالية، كل شيء بيد الإداري. تغيير اللاعبين كلام مهم اللي قاعد يقوله. لا أنا بكمل معكم نقطة. تفضل وكل شيء في إيد هذا الإداري، الإداري هذا هو الكل في الكل. طيب المدرب المسكين هذا حتى يمكن يجي مدربين أوروبيين أو عرب أو كذا ناجحين جدا، يمكن ما يستمرون مع هذا الرجل، وبالتالي تهدر مليارات وتتبخر بدون نتائج مأمولة يتمناها مثلا الرياضي السعودي. فوجود حديث الأمير عبد العزيز بن تركي هذا مبشر خير للمدرب الوطني، اللي الواجب أن يكون فيه برنامج شامل للرياضة السعودية زي ما عملت ألمانيا للمدربين الألمان. صحيح. ويعني يكونون داعمين أقوياء هذا، ويكونون هم على الأقل المحامي أمام هذا الإداري. أنا أتفق كثير مع يعني في كثير من الأشياء اللي قالها الأخ العزيز يحيى، أتفق معه أنه في منظومة كرة القدم السعودية الإداري هو من يتحكم في البوصلة بشكل كبير، وفي كثير من الأحيان، طبعا مش كل الإداريين، لكن في كثير أو بعض الأحيان هذا الإداري غير مؤهل لإدارة هذه المنظومة. أرجع لموضوع المدرب الوطني، أكيد أنه ما يمكن تطور كرة قدم بدون تطور. بدون مدرب، أسس، قاعدة، مدرب وطني، مسابقات تحت. أنا أستذكر فترة عملت فيها في الاتحاد السعودي آخر فترة لي، وكنت ماسك اللجنة الفنية ولجنة التطوير، وما أقول أن هذه كانت خطتي، لا أنا جيت كملت على اللي كان موجود من أول. كان في عمل جبار على مستوى المدرب الوطني. أيوة. وتم تأهيل في خلال سنتين حوالي 1000 مدرب، ويمكن أكيد الدكتور جاسم يعني
هو أبخص مني في هالموضوع، وكننا حتى نستعين فيه في محاضراتنا وفي دوراتنا، وكان في مسابقات للمدربين الوطنيين في نهاية كل موسم ويوم المدرب الوطني. أيضا على مستوى القاعدة والفئات السنية كان عندنا مشروع معتمد، بدينا ب 14 سنة صحيح. وكانت الخطة خلال سنتين أن نبدأ من 7 سنوات مهرجان، ومن 9 سنوات و 11 سنة و 13 و 15 دوري. وكان هذا الدوري أيضا الأكاديميات كان تشجيعها وتفعيلها، كان جايبين خبير من الفيفا دار على كل الأكاديميات والأندية، معلش لو طلت هنا بس نقطة مهمة، على كل الأكاديميات والأندية في المملكة، وتم تقييمها من الناحية الفنية على من نجمة إلى 5 نجوم. طيب. وتم وضع طريقة آلية انتقال اللاعبين الصغار في السن، تعرف اللاعب في النهاية حر بالذات الصغير يعني كل كان يعتمد هذا مبلغك إذا أنت في فئة، يعني ما ترجع لموافقة النادي، إذا أنت ولي أمرك موافقين انتقال تروح، ولكن بشروط، أنت انتقلت من نادي نجمتين إلى 3 نجوم المبلغ يقل، كل ما ارتقيت إلى أعلى مبلغ يقل، يعني يفرق المبلغ إذا أنا لاعب لكن لاعب تنزل لا. ممتاز. لتشجيع الأكاديميات عشان يجيها فلوس من هذا اللعيبة لازم يأهل مدربين وطنيين على مستوى عالي ويكونون على شهادات مطلوبة كل سنة تعلى، ويحققون نتائج فنية، مش شرط نتائج مباريات، ولكن نتائج العمل الفني يكون عالي عشان يرتقي تقييمهم في النجوم. حلو. ويأخذون يصير مبالغ أكبر. اللي بقوله ما يمكن نقول بس مدرب وطني، لازم تحط استراتيجية وخطة لكرة القدم السعودية وركائز وتعمل عليها من الأساس. علي مرشود، على موضوع أنا بأخذك على جزئية الحوكمة والتركيز عليها ومن خلالها يتم دعم حتى الألعاب المختلفة. أنا شيء أمسي عليك الزميل عبد الرحمن، أمسي على أبو تركي وعلى الدكتور وعلى الزميل العزيز يحيى واحد، يعني من الصحفيين المميزين الموجودين في منطقة أبها، تشرفنا فيها اليوم. أنا بأتطرق الموضوعين، الموضوع الأول هو الاجتماع، وأظن أنه هذا الاجتماع الثاني اللي يضم على الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس، وهو يحسب حقيقة وزارة الرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي اهتمامه في كل المناشط وفي كل الألعاب وفي كل الأندية وفي كل شيء وفي كل اتجاه. لكن أنا بسأل سؤال، أوكي إحنا متفقين أنه المادة بالنسبة لهذه الدرجتين اللي هي الأولى أو تحديدا درجة دوري الدرجة الثانية، أوكي. وحتى الأولى يعني طيب. بما أنه أستاذ فهد الطفيل طلع قبل أسبوعين أو أسبوع وتكلم أنه 200,000 ريال بالنسبة لهم هم في نادي في دوري الدرجة الأولى ما تعمل شيء. لكن أنا بسأل إدارات تلك الأندية هذه ماذا عملت هي من خطط نفسها هي. أنا أعرف أنه في كذا نادي في دوري الدرجة الأولى يقع في مناطق متميزة، يعني مثلا منطقة مثلا نادي مثلا خلنا نقول زي أبها عندما كان في دوري الدرجة الأولى، وش سوى نادي أبها وإدارة نادي أبها بالتعاون مع الشركات والقطاع الاستثمار وش سوت هناك؟ حتى لو كانت المبالغ يعني ما هي بالمبالغ اللي مرجوة، ولكن كون أن الأندية هذه تتفاعل مع تلك الشركات حتى لو كانت المبالغ قليلة، هذا بيكون فيها رافد آخر إلى إضافة إلى المبالغ المقدمة من قبل وزارة الرياضة. صحيح. هذه أنا أقول أنها المفروض أن يتم فيها مساءلة إدارات الأندية. نعم. وش سويت وش الأشياء اللي سويت، خصوصا في بعض الأندية مثل ما ذكرتك في بعض المناطق تقع على طرق رئيسية بالإمكان الاستثمار فيها بشكل كبير، وأيضا تكون إيراداتها بشكل كبير. ها؟ لا لا تكون الأموال، يعني أنا مثلا خلى بمثلك مثال استغلال مناطق سياحية يعني مثلا الحين مثلا المبنى الخاص في نادي الرائد ونادي التعاون بعد يا علي، ثقة رجال الأعمال ضعيفة في قطاع كرة القدم. إيه ليش؟ في قطاع هذا الأندية. عدم التواصل، أنا أقول عدم التواصل، يعني أنا من إدارة ما أقصد أنه ما يمكن نرميها بس على لا لا بس أندية. مشكلتنا إحنا أبو تركي في بعض رؤساء الأندية ينتظر فقط المبالغ تجي من وزارة الرياضة الدولة. طيب. ما في شك أن الأمير صحيح. محمد بن سلمان تحديدا واللي يلعب سيد الأمير محمد ما قصر في دعم الرياضة مثل ما ذكر الدكتور صحيح. جاسم قدم الدعم الكبير جدا لكل الرياضة. ممتاز. هذه نقطة. 2 بالنسبة للمدرب الوطني، أنا مع المدرب الوطني، احنا عندنا يمكن مثل ما قال تأجل لي المدرب الوطني، لأن عندي موضوع لا عندي موضوع عن المدرب طيب. الوطني، وانا عارف انكم بترجعون للحديث في نفس الطريقه، موضوع مجهزينه احنا فبندخل في موضوع المدرب الوطني. لا خليني اروح للخبر الاخر، نادي الابل يعلن عن فئات الجديده في مهرجان الملك عبد العزيز الابل. اعلن نادي الابل عن تطويراته الجديده لمزاين الابل في مهرجان الملك عبد العزيز الابل، متضمنه تغيير الفئات والغاء شرطي القسم
إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية. وعلى هذا الموضوع أيضا غرد الشيخ فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل قائلا بدعم مباشر من سيدي ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، نبشر ملاك الإبل أن النادي يعكف على دراسة إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومهرجان ولي العهد للإبل، ويأتي ذلك في إطار الدعم اللامحدود الذي يتلقاه القطاع من سموه الكريم. أيضا على هذا الموضوع عبر الهاتف ينضم معي الإعلامي فهد الصيعري. فهد، أول شيء شكرا لك على تجاوبك معنا في الدخول في هذا الموضوع، وأسألك مباشرة على هذه التعديلات الجديدة كيف تعلق عليها؟ أمسي عليك بخير عبد الرحمن وضيوف الكرام ومشاهدي ومتابعي برنامج الديوانية. بالفعل اليوم قرارات أصدرها نادي الإبل للمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته القادمة، نسخة رقم 5، هذه النسخة اللي جاءت بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله المشرف العام على نادي الإبل على إقامة هذا المهرجان في موعده 1 ديسمبر دون تأخير بالرغم من الظروف الراهنة اللي تجتاح العالم بأكمله بسبب جائحة كورونا. فيما يتعلق في المستجدات وقرارات اللي أصدرها نادي الإبل اليوم، هو أنا أراه امتداد سلسلة التطوير اللي يقوم فيه هذا النادي منذ توليه زمام الأمور وإدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. اليوم أصدر قرار تاريخي لهذا القطاع، وهو إلقاء القشم والوشم كشرط للمشارك في مهرجان الملك عبد العزيز، وتعويضه بالشريحة الإلكترونية الصادرة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة. الآن أصبح مالك الإبل ما هو بحاجة أنه يظهر أمام الكاميرات وأمام الناس أنه يحلف أن هذه إبله، أصبح مالك الإبل ما هو بحاجة أنه يستخدم أداة حديدية فيها نار يوسم إبله عشان يثبت للناس أن هذه إبله. الشريحة الإلكترونية هي كافية اللي تصدرها هذه الوزارة. هذا القرار فعلا تاريخي، مهرجان الملك عبد العزيز اللي دائما يستقطب زوار من الأجانب الأوروبيين والأمريكيين للحضور، الآن هذا المهرجان أصبح دولي بإمكانه يستقطب جميع الجنسيات بمختلف أديانهم بسبب هذا القرار اللي هو إلقاء القسم. فمثل ما قلت لك، هذه امتداد سلسلة تطوير يقوم فيه هذا النادي. ما أصدروا هذا القرار إلا واضح أن هذا النادي عنده استراتيجية تتماشى مع المنظمة الدولية للإبل للنهوض بهذا القطاع للعالمية، النهوض هذا الموروث، موروثنا ورمزنا لأبعد مكان ممكن. قرارات كثيرة أصدرها اليوم النادي، هذه أهمها، وكذلك فيه قرار مهم وحدث تاريخي كان اليوم اللي هو يتعلق بتغيير الفئات، فئة بيرق المؤسس من 100 إلى 80، فئة سيف الملك من 50 إلى 60، فئة شرفة ولي العهد من 30 إلى 40. أصبحت الآن منافسة في هذه الأشواط الكبيرة صاحبة الزخم الإعلامي والجماهيري قريبة جدا، الشوط الأكبر والأبرز واللي هو يعتبر عمود المجاين الأبل اللي هو شوط بيرق المؤسس. هذا الشوط لو بقى 100، أنا من الحين أقدر أقول لكم من اللي بيأخذ الأول والثاني السنة الجاية، مكان واضح. لكن مع تغيير إلى 80 إحنا راح نشوف فيها أسماء جدد، راح نشوف فيها ملاك إبل جدد. هذه تغيير الفئات تنعكس تماما على أسواق الإبل وعلى المربيين، راح تنهض بها نهوض كبير. التفاعل بالنسبة للملاك مع هذا الموضوع كيف تقرأ؟ والله التفاعل كان واضح، والتفاعل كبير مع هذه القرارات. اليوم كذلك أعلن الشيخ فهد بن فلاح بن حسلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد بأنه يعكفون على دراسة إقامة مهرجان الملك سلمان ومهرجان ولي العهد. مهرجانات الإبل في السابق كانت مهرجان واحد، الآن بدعم من القيادة حفظه الله لهذا القطاع أصبحت هذه المهرجان فرصة عالمية لكل ملاك الإبل والمستثمرين في هذا القطاع. تعليقك على تغريدة الشيخ فهد في هذا الموضوع؟ مثل ما قلت لك إنه هذا الآن أصبحت مهرجان، إحنا عندنا مهرجان الملك عبد العزيز وهو مهرجان المؤسس والمهرجان الأكبر للإبل. الآن كان هناك توجيه من سمو سيدي ولي العهد على إقامة مجال المناطق، أعلن الشيخ فهد بن فلاح بن حفلين إنه هناك فيه تمت هذه الدراسة وسيقيم هذه مجال المناطق النسخة القادمة. اليوم يبشرنا الشيخ فهد بن فلاح، يبشر كل أهل الإبل وملاكها ومحبيها
بانه فيه دراسه ذات توجيه من سمو سيدي ولي العهد باقامه مخرجان اخر يحمل من سمو مولاي الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد. طيب تعيش عزها يا اخوي عبد الرحمن. صحيح صحيح، كل الرياضات عندنا على مستوى المملكه تعيش في عزها في ظل دعم ويعني اهتمام من القيادة الرشيدة في كل التفاصيل على مستوى الإبل الخيل كل الرياضات. الحقيقة احنا نحظى باهتمام ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة. شكرا لك الأستاذ فهد الصيعري الإعلامي المهتم برياضة الإبل على هذا التعليق على كل هذه التفاصيل فيما يخص مهرجان الإبل. طيب نروح نرجع لكرة القدم. أنا عندي بس ثلاثة في الهلال فضل. لن تنسى الكيان والجماهير وإدواردو مع عبد الله رشود. حضر ولم يدع فرصة للحظات التعارف، جاء وفي داخله فيض العشق الذي بادله محبي منذ اللحظة الأولى. مستمر يا سلام، الله على التيكي تاكا، الله على الوتو، الله على الهلال، الله على إدواردو، حب من أول لمسة، حب من أول هدف، حب من أول قبلة لذلك الشعار الذي ارتبط فيه لخمس مواسم. سطر فيها كارلوس إدواردو اسمه بالذهب في تاريخ الزعيم، حفر اسمه ونقشه في قلوب عشاق هذا الكيان ليرحل ومحبته تزيد فيما بينهم. كيف لا وهو السوبر إدواردو، من استطاع دخول التاريخ وكسب المحبة من أوسع الأبواب. لم يجعل الانتظار لهجة للنقاد والمحبين، ولم يفتح الباب لمريدي التربص والتشكيك. في عرف كرة القدم هناك تأقلم وبيئة وأجواء، لكن السوبر كسر كل القواعد وخلق تأقلمه وبيئته وأجواءه، وجعل من الهلال منزلا كأنه ترعرع فيه. مدريالك كبر عشقه مع الأيام لهذا الكيان، وكبر معه عشق جماهيره له. رددت اسمه مرات ومرات في مدرجات ملاعب المملكة المختلفة، بل حتى ما حينما لم يكن على العشب تأبى جماهير الهلال إلا أن تهتف باسمه وله، لأنه أصبح ابنا لهذا النادي لا يتخيله العاشق الهلالي إلا بهذا الشعار. البطل الكبير والسمع المشتلين والسمع المدرج وشاهد الحب الكبير إدواردو الغائب الكبير عن هذا الموسم. يا إلهي يا إلهي الله إدواردو، إدواردو يسجل هدفه في المدرجات، بل أنه أصبح قائدهم وحمل مسؤوليتهم على كتفه، لأنه يعلم بأن المسؤولية لم توضع لديه إلا وهو أهل لها. السوبر كارلوس إدواردو رسم لنفسه أجمل حكاية وأروع مسيرة، واستطاع بأن يكون الأبرز في تاريخ الزعيم بالأرقام والسجلات، وجاء للزعيم منذ اللحظة الأولى كجلمود صخر حطه السيل من علي. تودعه جماهير الهلال وعشاقه بكل حب، بكل عشق، بكل حزن، محملة بالشكر. موج أبريغادو.
خلونا احنا نروح الفاصل ونرجع نناقش مع ضيوفي ادواردو ورحلته مع الاهل مع الهلال بعد الفاصل. لازم أستمر أي طريقة، وحفزت نفسي أبسط الأدوات عشان أحافظ على لياقتي وأخلق طاقة إيجابية بالمكان. قدرت أتحدى الواقع وأنطلق في عالم من الخيال وأنا في مكاني الصغير. وأخيراً رجعت للصالة اللي أحبها وصار قدامي عالم من خيارات الحركة والحماس. واليوم انطلقت في مسار أكثر رحابة مع نسمة هواء ترد الروح ومعنويات مرتفعة ما لها حدود. راجعين بقوة، راجعين بحذر. بنفس الروح العالية نعود، نرفع عن كاهلنا أثقال التوقف، نغوص في أعماق الرياضة، نتحدى المسافات ونحقق الآمال، نركض ونسدد الأهداف، نواصل المسير حتى نفوز، نعود بحذر ونكافح حتى النجاح. المتعة، هنا الإثارة، هنا روح المنافسة التي لطالما انتظرناها. دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعود بعد التوقف.
نعود بحضر عبر القنوات الرياضية السعودية. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية وضيوفة الدكتور جاسم الحربي، طلال الشيخ، يحيى جابر، وعلي المرشود مع حفظ الألقاب. قبل الفاصل كان حديثنا على إدواردو دكتور جاسم، وظهرنا بتقرير عبد الله الرشود عن إدواردو. تكلم عن إدواردو، تكلم في 5 مواسم، يعني يمكن هو من أطول المحترفين اللي كانوا في الهلال على مستوى الأرقام، أرقام كبيرة لإدواردو مع الهلال، 81 هدف. تكلم عن 81 هدف، تأثير خروجه اليوم على الخارطة الهلالية. شوف، عموما أول شيء لازم نفرق بين موقع إدواردو ولا نقارنه بلاعب مهاجم صريح. احنا تحت الهواء تو نقول فلان وفلان في النادي هذا، وهذا ما له مو صحيح يعني. أنت تجيب رأس حربة تقارنه برأس حربة، ولاعب يجيك من الخلف لاعب وسط من أفضل اللاعبين اللي مروا على الكرة السعودية بل الخليجية والآسيوية. لاعب ما يمكن تراقبه، خاصة اللاعب اللي يجيك من الخلف، سواء هو أو حتى اللي يلعب في مركزه. يعني هو لاعب مكمل هجومي، مش لاعب أساس هجومي. فبالتالي من الصعب أنك تقارنه مثلا بمهاجمين اللي موجودين هنا، سواء حمد الله ولا السومة ولا هذول مهاجمين صريحين. جيب قوميز، يعني تجيبهم المقارنة بينهم عادلة، لكن بينه وبينهم مش عادلة. هو أحسن، أنا بالنسبة لي أحسن بالنسبة لمركزه. لكن جيب اللي يلعبون من المكمل أرقامه مع إدواردو، هو من أفضل اللاعبين اللي مروا علينا في الكرة السعودية بدون قصورا في الأسماء. أي لاعب لنادي ثاني، هي مو مسألة ميول لهلال ولا نصر ولا أهلي ولا اتحاد أبدا. نتكلم عن لاعب على مركزه صعب، حتى على المدربين المنافسين للفرق، مع الفرق المنافسة. كيف أحد من خطورة هاللاعب اللي جينا من الخلف؟ مش صعب جدا تحد خطورته، لذلك هو وصل للعدد 80 من الأهداف أو أكثر. 81 ساهم مع تحقيق بطولات مع الهلال، 7 بطولات محليا خارجيا، كان مثال للخلق لين حتى ارتدى شارة الكابتنية. هو خسارة على الهلال، خسارة على الهلال، بس هو أخذ نصيبه في الهلال. أحيانا أنت في المكان اللي أنت تحب تغير، وحتى النادي يحب يغير. يعني نادي شباب أهلي دبي الآن حيستفيد من خدماته، وحيلعب ضد تقريبا في الأسيوية، ممكن يلعب ضد الهلال. إذا كان مقتنع المدرب الفريق. طب الغياب هذا بيأثر على الهلال أو أنه الأسماء الموجودة شوف تقدر تسد الفراغ بالنسبة لإدواردو؟ شوف، الهلال ما راح يأثر فيه، لأن يعني تعودنا الهلال حتى لعيبة المحليين مؤثرين. يعني عندك لاعبين مواطنين مؤثرين. وشوف على فكرة، أي نادي ما عنده لاعبين مواطنين مؤثرين فمعناتها ما يمكن يعتمد على الأجانب إلى متى. يعني مو بصح، لا بد يكون عندك إنتاج من اللاعبين وتصبر عليهم. يعني أتمنى هذا الشيء، خاصة الأندية اللي تدعم المنتخبات مثل الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الاتفاق، الأندية اللي تدعم المنتخب يجب أن اللاعبين السعوديين يأخذون فرصتهم. لأن هم أصلا هم سلاح اللي تقدر تحارب من خلاله. هم السلاح اللي لما يصور عندك والله اختيار المنتخب انك تلاقي لاعبين سعوديين عندك للمنتخب. فاهمني؟ الان لو جينا مثلا على مستوى اللعبه اصلا قيمه منافساتها عشان اطور اللاعب. ممتاز. الان لو جيت مثلا في اختيار منتخب راس حربه صريح، من يلعب سعودي راس حربه صريح الان؟ قليل جدا. صح.
فأعطيهم الفرصة هذه، هذه فرصة طبعا أنهم يثبتون وجودهم. لكن نرجع لإدواردو، من أفضل اللاعبين اللي مروا على الكرة السعودية بلا جدال، ممتاز. بدون ميول، هذا ما لها دخل ميول، أنا أتكلم فنيا من اللاعبين المؤثرين واللاعبين اللي في مركزه ما حد جا زيه على مستوى منافسة في مركزه كان هو الأفضل. طبعا ما في شك. كابتن يحيى، أنا طبعا أيد الدكتور. بالنسبة للاعب إدواردو طبعا يمتلك إمكانيات رهيبة جدا في مسألة سرعة، مسألة الرشاقة، المرونة، كل سرعة البديهة، يعني صناعة الأهداف، تسجيل الأهداف، فهو لاعب صراحة على مستوى عالي جدا. سيؤثر على الهلال؟ والله أنا أعتقد أنه من اللعيبة البارزين اللي ممكن. طبعا هو شوف نجاحه برضه كان من ضمن مجموعة، يعني أنت لما تقول ميسي مثلا أو إدواردو لا يمكن ينجح له، يعني هي من ضمن مجموعة جيدة نجحت اللاعب، ولكن اللاعب هو أصلا على مستوى عالي جدا، فهو وسط مجموعة يعني كانت يمكن الأفضل في التعامل معه، وأيضا هو برضو خدم المجموعة. ولذلك بعض الخطط حتى بعض المرات كانت جزء كبير من الخطط كان يقف على هذا اللاعب في بعض المباريات الهامة جدا، وشفنا حسن مباريات كثيرة. بس طبعا لما يعني يغادر أكيد أن الهلال بيعوضه، لكن هو برضو ما هو في المستوى، ما حيعوض اللاعب بمستوى يعني كلاعب بنفس بالإمكانيات نفسها، وهذا يحتاج له يعني صبر. وأنت لما تجيب لاعب محترف مثلا يعوضه يبغى لك فترة حتى يتأقلم ويتكيف وكذا. هو سبحان الله أصبح كأنه سعودي، خلاص تكيف مع الجو وتكيف مع هذا. وهذه ترى يعني نقطة مفصلية في التعامل مع اللاعبين الأجانب، إنه اللي يقدر ينسجم مع هذه الأجواء ويدخل برازيلي، أغلبهم أغلب اللاعب البرازيلي يعيشون معك. فصراحة أنا أشوف أنه خسارة على الهلال، ولكن برضو نادي كبير زي الهلال أكيد أنه بيعوض. لكن على مستوى التأثير بس أبو خالد، تفضل. لما أبعد اسمه من القائمة الآسيوية حقق الهلال الآسيوية، وين تأثيره؟ ما كان يشارك في الأول، بس احنا ما نبغى نروح نذكر النقطة. بس له تأثير دكتور، يعني ما هو معناته يمكن لو كان موجود ساهم زيادة في، والدليل انه شارك في كأس العالم. انا اقول لك لا، انا اتكلم عن مستوى التأثير لما كان موجود ما قدر الهلال يحقق الآسيوية. الدكتور انشاء الاسم من الاسماء اللي تمثل في الآسيوية حقق. عادي يوم راح الحين قلت احنا نتكلم عن تأثير زين. بس شوف يا دكتور، شوف يا دكتور، انا في وجهة نظري الشخصية انا اعتبره بالنسبة للهلال على صعيد تاريخ كرة القدم في نادي الهلال، أنا أعتبره بعد رفانيلو أثر تأثير كبير جدا. وعلى فكرة أن تقول أنه لاعب مش مهاجم، لكنه سجل أهداف وحسم بطولات بالنسبة للهلال. لذلك أنا وجهة نظر شخصية أعرف أن الهلال يعمل كثيرا على إيجاد البديل المناسب لخطة المدرب وأيضا لاستراتيجية الفريق، ولكن لاعب مثل إدواردو من الصعوبة بمكان. أنا توقعت أنه ينتقل حد الأندية الموجودة عندنا، ولكن واضح أن اللاعب يرغب في يعني تجربة جديدة لا خارج ومبلغ أكبر. لذلك اللي بوصل له أن الهلال ما يتوقف لا على إدواردو ولا على غيره، ما له علاقة، صنع مدربين، صنع لاعبين، يعني مو بصحيح أنه هو خلاص يوقف النادي على إدواردو. اللاعب الجيد دكتور يفرض نفسه. نعم يعني الهلال ما توقف إدواردو طبيعي. طبيعي أكيد الهلال فيه لاعبين مميزين، وكنا نتكلم معك دكتور قبل الجائحة وقلنا لك أنه في بعض الفرق المنافسة زي النصر والشباب والاتحاد ينقصهم وفرة اللاعب وجودة اللاعب المحلي اللي مثل موجودين في الهلال. وأيضا الهلال أمامه عمل كبير لإضافة عدد من اللاعبين المميزين على المستوى المحلي، أتكلم على المستوى المحلي، لأن الهلال ما بعد جاب لاعبين محليين تقريبا من خل أقولك من تقريبا 8-9 شهور، بينما الأندية الثانية قاعدة تدعم لاعبين. طب أنت تقول إنه يملك المجموعة الأفضل على المستوى المحلي؟ صحيح. تقول إنه يملك المجموعة الأفضل الهلال على المستوى المحلي؟ الآن على مستوى المحلي، والدليل شوف الغيابات، أي لاعب يغاب في الهلال يجي البديل موجود كمجموعة صعب واحدة. تلقى لاعب محلي وفيه يعني تحس ان الهلال محتاجه صحيح محتاجة. يعني الان تتكلم عن الان يعني لاعب او اثنين على مستوى الكره السعوديه تتكلم عن الان يا ابو تركي، يعني ما في لاعب عنده يعني غير الاجانب عنده من المحليين صحيح. لا يعني حتى نجيت مركز الظهير اثنين يمين اثنين يسار يعني صعب تلقى. عشان كذا شوف اللي يحتاجه لكن مش موجود بكثره قلب دفاع اكيد ثاني هذا ما في كلام. راس حربه يمكن ما في الا الحمدان اللي بارز شوي ممكن، لكن هل لو راح مثلا حمدان ولا غيره بارز هل بيلقى فرصة في ظل الأجانب؟ صعب. لكن قلب دفاع
لو كان في هذا يعني توقع ولا معلومة؟ لا لا توقع، لا لا توقع ما هي معلومة أبدا. لكن لقلب دفاع الهلال لو في بس من قلب الدفاع اللي بارز في الكرة السعودية لا موجود أبو تركي، يمكن واحد اثنين موجود اثنين اللي هم أنا بوجهة نظر الشخصية اثنين ينتظر، وعلى فكرة أعمارهم بعد يعني للمستقبل مفيدة للكرة السعودية. طيب. وتواجدوا في المنتخبات اللي هم بكتي لاعب الشباب صحيح بس الشباب مو هو جاهز الان لا لا بس مع الهلال لما يجي على المستوى الفني اللي قدمه في المستوى الدولي اللي شارك مع المنتخب وايضا اللاعب علي لجامي المدافع الفتح، فلذلك هذول الاسماء ممكن انها تنجح مع الهلال مع النصر مع الاتحاد مع الاهلي في حال انها مثلا اعطيت فرصه كامله، لكن انا في وجهه نظري الشخصيه ان العنصر المحلي في الهلال ما في شك ميز الهلال لسنوات وليس فقط لموسم ممتاز. والدليل شف الآن في أكثر من مباراة غاب سلمان طيب. الفرج ما تأثر الهلال صحيح أن الهلال الرتم عنده نزل وتأثر الفريق بشكل وبآخر، لكن على مستوى النتائج لا يتأثر الهلال يحقق الهلال انتصار، لكن غاب خذ سلمان وإدواردو سوا يغيبون كذا مباراة سوا، يعني أتكلم على التشكيل الحالي لما تجيب لي لاعب بديل له لا أعتقد أنهم من أكثر اثنين مؤثرين على الفريق في الهلالي في ادواردو الهلالي. وسلمان الفرج. طيب خلينا نروح احنا نشوف نتذكر ايضا ترتيب الدوري حتى الجوله 27، خلينا نشوف الجدول الترتيب كيف كان بعد الجوله 27. الهلال في المقدمه ب 63 نقطه، النصر 57، الاهلي 46، الوحده 46، الفيصلي 42، الرائد 42 نقطه، الاتفاق 39 نقطة، والشباب في المركز الثامن ب 39 نقطة، يليه أيضا أبها في المركز التاسع ب 34، التعاون 32 نقطة، الاتحاد 30 نقطة، الفتح في المركز الثاني عشر 29 نقطة، يليه الفيحة ب 29، ضمك 28، الحزم 27، وأخيرا العدالة ب 20 نقطة. ثلاث جولات متبقية على ختام النسخة الأطول في تاريخ دوري المحترفين، الزميل المميز مشعل عبدلي يقرأ لنا أحداث المرحلة 27 في التقرير التالي. مع اقتراب نهاية العد التنازلي لختام النسخة الأطول في تاريخ دوري المحترفين، انتهت مساء أمس الجولة 27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرحلة انطلقت من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت أنظار مدرب المنتخب إيرفي رينارد في مباراة أذاق فيها الاتفاق منافسه الرائد طعم الخسارة بعد أربع مواجهات لعبتها كتيبة هاسي بلا هزيمة. وفي الرياض تمكن أبها من إيقاف سلسلة انتصارات الشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان بعد أن تعادل الفريقان بهدف لمثله. أما في مواجهة القاع فقد خرج الفتح من الرس بنقاط المباراة مرسلا الحزم لمنطقة الوداع بعد خروجه منها لجولة واحدة. ومن الجوهرة المشعة منع البرازيلي مارسيلو جروهي فريق الفيحاء من التقدم في المباراة قبل أن يؤكد الفهد انتصار العميد بتسجيله هدفين رفع بها رصيد الاتحاد لثلاثين نقطة. ثاني أيام الجولة انطلقت من ملعب جامعة الملك سعود، الهلال ينهي مواجهة الفيصلي في عشر دقائق أخيرة ويودع السوبر إدواردو بممر شرفي. ومن مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة تفوق أمل البقاء على طموح المقعد الآسيوي بعد أن تمكن ضمك من كسب الأهلي والاقتراب أكثر للبقاء موسما آخر في دوري الأضواء. وفي الشرائع عيسى المحياني ينجح في ثاني اختباراته ويضيف للتعاون خسارة خامسة على التوالي، نهاية المرحلة من درة الملاعب، النصر يودع العدالة بسداسية في شباكه، وهداف الدوري يحرز هدفين ويلغى له هدفان.
طب كانت هذه الأحداث الجولة 27. نروح معك أبو نواف علي، من أي زاوية تبي تأخذ هذه الجولة؟ وإن كنت أنا أرشح أنك تروح للرائد لأن نتيجة مفاجئة بالفعل. مع احترام طبعا من تبي تشوفها مفاجئة، لكن نتيجة مفاجئة قياسا بموقف الفريقين وقياسا بما قدم الفريقين تحديدا بعد العودة الدوري. لما تشوف مسيرة الرائد، انتصار على ضمك، على الحزم، تعادل مع الوحدة، فاز على الشباب، وتأتي تخسر بهذه النتيجة الثقيلة، أنا أعتبرها ثقيلة. نعم. هذا لا يعكس، هذا لا يعني إنه إحنا نلغي كل التميز اللي صار. طبعًا بتكلم عن اتفاق، لكن لا يعني إن نلغي التميز اللي صار فيه عليه الرائد، ولكن الرائد لم يكن يومه في أمام الاتفاق، واستحق الاتفاق اللي الحقيقة نشيد مدربه الكابتن خالد العطوي، اللي نتمنى من إدارة الاتفاق إنها تجدد الثقة بهذا المدرب في الموسم القادم وتوفر له الأدوات المهمة من لاعبين أجانب مميزين، خصوصا في ظل أنه موجود عند الاتفاق عدد من اللاعبين المميزين الشباب. أنا عجبني واحد لاعب لعب في مباراة الرائد الأخيرة، مدافع، والله ما أعرف اسمه، لكن واضح أنه عنده مستقبل. والاتفاق أنا وجهة نظري الشخصية هذه المباريات الجاية الثلاثة بتكون إعداد الموسم القادم، في ظل أنه فيه ضيق الوقت ما بين ختام الموسم هذا وانطلاقة الموسم الجديد. هذه نقطة. اثنين، أعجبني أيضا يمكن ما يتفق الكثير من الهلاليين معي، الحكم اللي قاد مباراة الهلال والفيصلي. أنا ما أشوف يعني الحقيقة في قرارات مثلا إلغاء ركلة جزاء، لا مو من الناحية الفنية، العصبية، لأنه أسلوب أنا التعامل ما كان موفق. إيه أنا بجيك بالكلام هذا، صعوبة أسلوب التعامل يا أبو تركي، حتى فنيا في إنذار طرد المدرب، من حق المدرب يا أخي، لاعب طايح يعني كان مشدود. شوف من الناحية الفنية أنا متفق معك بنسبة كبيرة، حكم أنا ممتاز، ما كان يعني المقصد أنه ما كان في قرارات ما كان في تؤثر على لا لا لا, لا 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 أنا قلت لك متفق معه، لكن كأسلوب حكم لا، كان في تعالي كثير لا ما شفت، وكان في اسلوب مع اللعيبة، لأنه هو يدخل في الأسلوب برضه يا أبو تركي، هو يا أبو تركي يدخل في الأسلوب برضه أبو تركي تقيم لما تجي فنيا تقيم حكم، أيوة تقيم أشياء كثيرة. أنا ما أقدر أقيم بعد حكم من أفضل خمس حكام بالعالم. الأهم للحكم، الأهم هل هو أخطأ في قرار معين يا أبو تركي؟ صحيح، لكن بعض القرارات، فلذلك كانت القرارات ما فيها طرد المدرب، يعني تعالي لأن طرد المدرب شيء طبيعي، لاعب مصاب بوقف التغيير أجي على طول أحمر، لا ما دليل ما. أكيد في ملاحظات، هذا دليل أنه كان مشدود. أنا ما أتكلم عن ناحية فنية، لا أخطاء مباراة ما أتكلم، أنا أتكلم على أسلوب تعامل لما تقيم حكم. إي بس الطرد ما جاء مباشر يا أبو تركي، الطرد كان في حوار ما بين الحكم وما بين المدرب، حتى المساعد الأول، حتى كان في حوار. عموما أنا بتجاوز هذه، بس الوالي هو اللي فتح موضوع، لا ما يخالف، أنا ليه ما فتح مدام حكم، لا بس أنا أشوف في تشنج كثير عند الزملاء الإعلاميين اللي هي مهتمين بشأن الهلال، في تشنج كبير. أنا رجعت المباراة مرة ثانية شفتها، ما أشوف في قرار يعني مثلا أخطأ فيه الحكم، هذا واحد من أفضل الحكام الموجودين على مستوى العالم، قاد نهائي كأس العالم عام 2018. ما أقول ما يخطي، طب لحظة، طبعاً لحظة عادي، خليتونا كلمة، لأنك دخلت فيها الموضوع، خلني أكمل وبعدين أعطيك نقطة. لكن أيضاً أخطاء كبيرة، نسينا مباراة الهلال والنصر الموسم الماضي، من اللي يقول الجزاء لا مو صحيح، لا مو صحيح، اللي خاف يحسبها، لا من اللي قالها، من اللي بنفس منطقك رد عليك، رجع لغرفة الفار، أفضل من الحكم اللي قادم، أفضل من الحكم اللي قادم، أفضل من الحكم اللي قاد الهلال والنصر الأخيرة، وركلة جزاء صريحة واضحة، عمر أوساوي أنا بتكلم بشكل سريع أبو تركي، بالنسبة للحكم أنا ما أشوف أنه غير مجرى المباراة بقرار معين، طرد المدرب أكيد في ملاحظات على المدرب، إحنا ما ندري وش اللي صار بين الحكم والمدرب، هذه نقطة. اثنين، الهلال على بعد، أنا أشوف أنه تبقى له فقط مباراة حتى يعلن بشكل رسمي أنه بطل الدوري، وأساساً من لقطة عمر هوساوي الشهيرة وأنا عارف أنه الدوري راح للهلال، مع أنه يعني قياسا بتعثر النصر، الهلال الآن مباراة النصر والهلال اللي الفضيحة بين قوسين، اللي ركلة الجزاء اللي واضحة، هذه اللي المفروض أن الحكم هذا العالمي هذا الأرجنتيني يتواجد في فضائح كثيرة في المباريات، ما هي هذه طبعا اللي رجله في المويه، بس مو مثل اللي رجله في رجل المويه، احنا قول اللي يتكلم بس علي بشكل عام، نتكلم بشكل عام، خطا احنا النقاد، خطا حقين الفار مش حكم الساحه، يعني عشان كمان تعطي الاخطاء حقها لازم نكون منطقيين، الحكم خطا 100%، ما حد يقول لك مو بلنتي للنصر، انا اقول لك ولكن مش خطا حكم الساحه، بروتوكول الفار، بروتوكول الفيفا ارجع له، اذا حق الفار ارتأوا ان فيها
قرار مخالف. طيب يمكن قالوا له تعال ولا جاء. مستحيل مستحيل تحمس مسجلة ترى كل شيء في محادثات. راح طيب الذكر راح. إيه بس لا نقولها كذا. راح لكن لا تمنى يا أبو ترك إنه ما يحضر مرة ثانية مثل النوعية هذه من الحكام ما تحضر. سواء حكم ممتاز. لا لا. ضربة الجزاء مين مسؤوليته؟ وينه طيب يقولون راح إني. ضربة الجزاء مين مسؤوليته؟ علي أنت تقول كلام شوي حلو. لا لا لا. شوي دخل هلال النصر. أنت اللي خليت قطعت الكثير يا أبو ترك. خلني أكمل أنا رأيي. بعطيك رأيي أنا وبعدين عقب على رأيي مع إنه المفروض كل واحد يقول رأيه هنا. أنا أتكلم عن الحكم الأرجنتيني العالم اللي حكم مباراة الهلال والفيصل واللي تواجد في مباراة النصر والتعاون وتواجد في مباراة النصر والهلال في العام في الدور الأول. حكم يعتبر من أفضل حكام خمسة حكام في الفيفا. مو ها أنا اللي أنا قاعد أعطي طيب رأيي. أنا أقول لك مباراة النصر والهلال اللي تواجد فيها حكم كان ضعيف. المباراة كانت أكبر من الحكم هذا. طيب ممتاز. باعتراف لجنة الحكام باعتراف حتى كثير من المحللين. طيب رجع لي 27 الهلال. أنا أقول الهلال على بعد. أنا الهلال على بعد أمتار. أنتوا اللي قاطعتوني ما خليتوني أقول رأيي. الهلال على بعد أمتار من تحقيق بطولة الدوري. أنا أظن أنه يعني مباراة القادمة مع الحزم يفترض على الهلاليين الحرص بشكل كامل على الحصول على 3 نقاط. أيوة. من ضمن المباريات الجولة استمرار فريق حديث مدرب الرايد. ليش ما حديث مدرب الرايد؟ أنا أشوف ليش تعليقك عليه. أنا بالعكس أنا مع هذا المدرب وطبيعي جدا انه ما يكون حديثه وجاي وقت الحلم بالنسبه للرايدين لما قلت تكلمون عن اسيا وهذا الفريق ما راح يروح. قلت عبد الرحمن هنا انا قلت انه اتمنى من الرايدين كجماهير وكعشاق انه ما تكون الطموحات اكبر من الامكانيات. اوكي الفريق قدامه الحين تقريبا يعني تشوف طموح اسيا اكبر من امكانيات الرايد. لا مش بس انت تتكلم في منافسه قويه مع الفيصلي مع التعاون مع مو عفوا والتعاون مع الشباب مع الوحده. لكن هي الفريق قاعد يمشي ممكن يدخل ممكن يستفيد من ضرب النتائج الاخرى ويدخل. بس حديثك مختلف الحين ابو نواف اذا سمحت لي. في حلقات ماضيه انت قلت على مستوى الرايد اللي جالس يقدمه يجب انه يوصل لاسيا. اليوم انت بعد على العمل بعد الامور ما صارت ما هي باينه بشكل كبير ومنافسه كبيره. لا 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 ما هي. لا خليني قلت عارف ايش بتقول. تقول انك اول كنت تقول انك انت ترشح لهالدرجه. فهمني انت يعني. لا لانه هي ظروف مباراه. انا اقول كلامك. انا ما اقول كلامي. انت كلامك كان بهالطريقه. اليوم تتغير الكلام. لا ما غيرت عشان كذا انا فاهمك فاهم سؤالك. انا قلت ان الرائد يستحق الوصول لدوري ابطال اسيا قياسا بالعمل الكبير اللي قدمه ادارته برئاسه الاستاذ فهد مطوع بالاضافه الى المستوى الفني اللي قدمه والنتائج. وهذا مثل ما قال أبو تركي هذا مشروع وهذه أيضا أمنيات للرائدين أنه يصل فريقهم لدوري أبطال آسيا. ممتاز. النقطة الأخيرة بالنسبة للضمك الحقيقة نرفع التحية الكبيرة لنور الدين بن زكري. انتقدتها أنا شخصيا كثير قبل توقف الدوري على تصاريح الكثيرة ولكن الفريق الحقيقة قدم مستويات ممتازة حصد يمكن تقريبا 10 نقاط من 15 نقطة. صحيح. نتمنى له التوفيق وأيضا مواصلة الهداف التاريخي. طيب. بالنسبة لعبد الرزاق حمد الله وارتفاع عدد الأهداف واعتلاء صدارة هذا وأيضا الهدف الجميل اللي سجله كابتن أحمد موسى اللاعب المحترف النيجيري في مباراة الفريق. أيه. وفي نقطة أخيرة جدا باقي بعد بالنسبة باقي تحقيق النصر المركز بالنسبة لا مشكلة بعدين بيقول لي ابو نواف ما اعطتني فرصتي. والله ما تكلمت. لا لا يا رجل ما تكلمت بالربع ساعة الأولى ابو تركي وابو يا رجل والدكتور اللي اخذه والله بروح المحور الثاني. النقطة الأخيرة بتكلم عنها بخصوص ما يحدث من البعض. انا اتكلم البعض يمكن بحكم خوف من المطالبة بعدم التجديد لفيتوريا مدرب النصر. وأنا أشوف أنه هذا المشروع اللي بدأ الأستاذ سعود آل السويلم أتمنى أنه يستمر سواء كان باللاعبين الأجانب المميزين حتى وإن انخفض مستواهم يعتبرون أجانب النصر هم المميزين في الدوري وأيضا استمرار الكابتن فيتوريا للموسم القادم. أتفق معك تمام أبو خالد. بس مباراة الرائد والاتفاق على أساس ما نبخص حق الاتفاق. مو معقول اروح للرائد واقول انه ما قدم وما قدم. لابد يكون يعني منصفين فنيا. الاتفاق قاعد في تصاعد مو طبيعي طبعا. والدليل انه في عمل تكاملي بين الجهاز الاداري والجهاز الفني والجهاز الطبي. صحيح. طبعا ما ذكرت اللاعبين لان في ناس احيانا هم يشركونهم براس مثلث وهذا خطا. اللاعبين ادوات تنفيذ داخل الادوات هذه هي اللي تخدمه. اي بس هذا مثلث. أي. مثلث النجاح اللي يساعدك على النجاح. اللاعبين ادوات تنفيذ داخل هالمثلث. جهاز اداري جهاز فني جهاز طبي هم في النص. لابد هذه توصل للناس ان حتى لو ما عندك جهاز طبي كويس ياهل اللاعبين بعد الاصابات. مثلا عندي لاعب مهم قبل شوي ذكرنا اهميه ادوارد وتاثيره ويهمني في المباراه هذه ممكن يفرق معي مباراه يعني فيصليه.
العلاج مدته 3 أيام، يجيك مثلا أخصائي غير ما هو مؤهل بشكل ممتاز يقول لك أسبوعين، إذا ضيع عليك خدمات اللاعب في هذه المباراة وقيمته الفنية. فأعتقد الاتفاق اللي قاعد شوف أنت المثلث بس نجاح جهاز إداري جهاز فني جهاز طبي واللاعبين في وسط المثلث اللاعبين عنده مشكلة ما لهم علاقة إلا هم أدوات تنفيذ بس إيه؟ بس الأهمية عند الثلاثة هذول إيه؟ عنده مشكلة إدارية أنت تقول في الهلال إن الهلال يصنع المدرب ويصنع معناتها اللاعبين هم الأهم ما هم لا هم أدوات تنفيذهم مهم اللاعبين بعد تجيب لي أدوات يعني ضعيفة تقول إنه الهلال يصنع مدربين ويصنع لاعبين ويصنع إداريين صح كلامي ولا أنا قاعد صحيح طيب معناته هم الأهم في هذا المثلث ما هو يمكن في الهلال يقصد مختلفة يعني لا شوف كل واحد له مهمة كيف أهم هذا وتخليه خلها مربع الباقي. دكتور طلبناك سم خلها مربع مربع منه الرابع اللعيبة لا اللعيبة أو ضم الجهاز الفني والطبي يعني أنا قصدي أنا 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 في تفصيل يعني ببساطة تفضل أنا أشوف إن اللاعبين هم الأهم في الدائرة صحيح. كلها أنت إذا عندك الأدوات هذه بدرجة كبيرة من خلني الجودة يعني هذا المثلث اللي تتكلم عنه يبقى دورهم بسيط ممتاز هل النجاح اللاعبين لو عندك لاعبين فنيا أقل من المتوسط إيش بيسوون لك إيه من اللي بيجيب لك لاعبين مميزين عشان يصيرون لاعبين مو بالجهاز الإداري أيه. من اللي يوظف إمكانية اللاعبين مو بالجهاز الفني صحيح. من يأهل لك اللاعبين لما ينصبون مو بالجهاز الطبي أيه. هذا اللي أقصده هنا ويتكلم عن عملية تكاملية مساعدة للاعبين فهمتك إيه بس يفترض الخسارة يفترض الخسارة يا دكتور والفوز يشترك فيها اللي قلتهم كلهم صح طبعا طيب صح ولا لا؟ طبعا ما في شك طب خلينا نروح بس المراحل العديدة يمر بها الفريق الصاعد لدوري الكبار ليحجز مقعد الأمان لكن الوحدة خلال موسمين أصبح منافس في المراكز المتقدمة تفاصيل أكثر عن الوحدة في هذا التقرير عادة ما تكون اهتمامات الفريق الصاعد من الدرجة الأولى في أوائل موسمه هي الوصول والحفاظ على مقعد الأمان في دوري الكبار إلا أن الوحدة أو بالأحرى فرسان مكة كانت رغبتهم في موسمهم الأول واضحة بتقديم الصورة التي عرفت عن الفريق في دوري المحترفين بعدما أنهى موسمه الأول بالمركز السابع إلا أن هذا الموسم ارتفع سقف الطموح لدى الإدارة واللاعبين بل وحتى العشاق بأن يحجز فريقهم مقعداً آسيوي ليتسنى لهم المشاركة في القتال الآسيوي بعدما انتصر في آخر لقاءين له في الدوري مقترباً من المركز الثالث بقيادة الوطني عيسى المحياني الذي جاء خلفاً لكارينيو المحياني ينسب بعض الفضل للمدرب السابق الذي قام بتجهيز الفريق وسهل له المهمة الحمد لله والشكر نبارك للجماهير الوحداوية ونبارك اللاعبين مجهود كبير أدوا اليوم يعني خلال الشوطين كانوا على قدر المسؤولية أدوا يعني مباراة كبيرة الحمد لله فوز مهم لنا وخطوة للأمام وإن شاء الله القادم بإذن الله أجمل بالنسبة للكابتن كارينيو وأنا دائما أقولها هذا فريقه وهذا المجهود هو اللي صنعه من البداية وأنا شخصيا يعني تعلمت منه الكثير احنا جالسين نكمل ما بدأه كارينيو من بداية الموسم يعني قدم مستويات وحقق نتائج إيجابية مع الفريق واحنا نكمل المسيرة والنجاح إن شاء الله باسم الجميع وإن شاء الله نوصل لهدفنا نهاية الموسم بإذن المولى والله أنا ابن النادي هذا والنادي هذا فضله كبير علي فأنا لما قبلت المهمة وكانت يعني مهمة صعبة وفي وقت حرج بالعكس يعني نوع من رد الجميل للنادي وأسعى للهدف اللي المنشود لإدارة النادي ولزملائي اللاعبين فإن شاء الله بإذن الله نقدر نحقق هذا الهدف وأكون قدمت شيء لنادي الوحدة يعني اللي فضله كبير علي لكن السؤال الأهم هل ستشفع نتائج الفريق بأن تتبنى الإدارة المدرب الوطني للموسم القادم مثل نظيرتها إدارة الاتفاق؟
حديث مميز حقيقة من عيسى المحياني في حديثه عن المدرب السابق وعن هذا العمل، وإن كان احنا نتمنى في الأيام القادمة لعيسى المحياني التوفيق، وأن تكون يعني أقول بذرة جديدة على مستوى المدربين الوطنيين، وأن تكون أيضا إدارة الوحدة تستطيع إذا ما استطاعت ورأت أنه عيسى المحياني قادر على إكمال الموضوع مع الوحدة. أستاذ يحيى، عن الوحدة وعن عيسى المحياني. بالنسبة للوحدة طبعا احنا شفنا قبل شوية المدرب، هذا مدرب وطني نموذج صراحة في الأخلاق في الأدب في الشخصية، مدرب حاصل على درجة الأسوية، مؤدب إلى درجة أنه يعني حتى قيمة المدرب السابق، أعطى المدرب السابق حقه، هذا صح، أثنى عليه، ما هضموا يعني جهده وحقوقه، لأن أنت لما تتكلم عن نادي الوحدة لا يمكن لأي مدرب أن يغير في شهر أو يعني فترة قليلة قصيرة. أيوة ما يقدر يسوي شيء، لا يعني الشغل السابق هو اللي خدم نادي الوحدة الآن، لكن يبدو نفسي بس هو. ومشكلة الأندية يعني بعض المرات زي قبل شوي كنتوا تناقشون في مسألة الرايد أنه صار له دروب، صحيح، تدور معارك خفية. يمكن سيد طلال الشيخ كان رئيس نادي ويعرف، كل الأخوان الرياضيين نعم، في معارك تدور في الخفاء ما حد يعرفها. انت عندك مجموعه لاعبين، معارك اداريه ولا قصدك عندك مجموعه لاعبين، عندك جهاز فني، الناس تشوف المباراه لكن ما تشوف ايش اللي يدور قبل المباراه او بعد المباراه، ممكن تاخر رواتب، ممكن في مشكله بين اللاعبين، ممكن في مشكله اداريه مع المدرب، ممكن في اشياء معارك تدور خفيه ممكن تسوي دروب لاي فريق حتى لو كان فريق عالمي، مش يعني فريق صحيح. هذا فالوحدة تعرض لنكسة بسيطة كذا، وبعدين جاء الكابتن عيسى المحياني صراحة مؤدب رجل، حتى شخصيته على مستوى مدرب واضح لمساته يعني على الفريق، وبرضو أنا عجبني والله أنه كان يعني نعم الرجل في الأخلاق والأدب وحفظ حقوق الأدبية للمدرب السابق. أنا أتوقع لهذا المدرب طبعا إن شاء الله تعالى يعني التوفيق سواء مع نادي الوحدة أو أندية أخرى، و أتمنى من الأندية الأندية في الدوري الممتاز أو حتى الدرجة الأولى والثانية والثالثة حتى أن تقتدي بالاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي صراحة مفخرة من زمان، يعني من أيام الثمانينات، أي والله من زمان يعني سبحان الله، محمد الخراشي على خليل الزياني على الكابتن ناصر الجوهر كل الاتحاد السعودي سباق، يسبق سعد الشهري الان اربع مواسم يسبق الانديه، يعني الاتحاد السعودي خالد الاتحاد السعودي صراحه يعني اتمنى من الانديه انها تاخذ درس من النموذج الاتحاد السعودي، تعطي الفرصه بشكل اطول تاخذ فرق، لان شوف الاتحاد السعودي بيجي يقيم لك مدرب، انا اقيمه بشهاداته وبعمله وبأمي، لا يمكن يستدعي مدرب وطني موقوف فيستدعي مدربين وطنيين ووفر الامكانيات الماليه، بينما جزء كبير من المدربين ترى ما تدري حتى يمكن شهاداتهم معظمها مزوره ويشتغل لك في الانديه، وتجد التاريخ السيفي كامل كله قد رفضنا في الدوري السعودي مدربين انديه في الدرجه الاولى للشهاده، لانه ايضا من ضمن الاشياء اللي كانت سابقا موجوده سعودي يعني ولا اجنبي؟ لا اجنبي، وحتى السعودي مشترط في كل الشهاده في كل فئه، وجدنا في الدرجة الأولى بعض المدربين لا يملكون الأي ولا يملكون بعضهم حتى البي، وهذه كارثة. فكان في نظام، ما أدري الآن وش النظام اللي موجود، لكن كان في نظام باشتراط شهادات المدربين الأجانب ولعدم تدوير المدرب الأجنبي اللي ما ينجح في درجته خصوصا في الدرجة الأولى، ما يطلع ممتاز، ما ينتقل نادي ثاني. تخيل أنه وجدنا في سنة، وهذا أكبر عدد يعني لقيناه، مدرب غير سعودي درب 6 أندية في موسم واحد، غير سعودي لف تونسي، مدرب عربي دار 6 أندية. فكان يعني اكتشفنا من الأشياء اللي اكتشفناها أنه أيضا سوق المدربين، يعني خلينا نتكلم أكثر وضوح والدكتور يعرف هالشيء، سوق المدربين في يعني جهة معينة أو حتى جنسية متقاربة معينة تسيطر على جزء كبير من حصة هذا السوق. صحيح. حتى بعض المدربين ومن سنين من سنين لما ينتهي عقده ما يسافر لبلده، يقعد أتذكر في شقة في هذا عندهم، يقعد ويشتغلون يدورون يدورونه. يعني هذه من الأشياء للأسف اللي وجدناها. عيسى أبو ترك، عيسى نموذج رائع وجميل، وسعدت أني أيضا أيام اللجنة الفنية كان أظن حصل على البرو أو على الإيما يذكرني، لكن كان من ضمن المدربين الوطنيين المميزين اللي
اجتازوا الدورات، نموذج رائع. لكن نجي ونقول عيسى غير شكل فريق فني، لا، يعني العاقل واللي يعرف كرة القدم لا، بس كلام عيسى ثقته اعطاء المدرب، حتى هو ما قالها ابو توفيق، ادري ما حكى لك. انا ايش اقول لك؟ انا اقول اعطاء للحق للمدرب السابق بانه هو من عمل هذا الفريق وانا استفدت منه، هذا تدل على عقلية شخص واثق من نفسه، لديه الامكانيات، يحتاج الدعم، يحتاج الفرصه، ليس الدعم الدعم الاعمى. يعني انا ماني مع انه اي مدرب وطني ادعمه، لا، لازم ابحث عن المؤهلين والمدربين الوطنيين اللي يستطيعون اجاز دورات، اللي يستطيعون انهم يقودون فريقهم تحس فيهم تطور، هذول ما يستحقون الدعم. انا معلوماتي في الموضوع ابو تركي، الوحده سيبحث في الموسم القادم عن مدرب، اتمنى مدرب كبير، لان طموحات اداره الوحده رايحه لابعد. ابو خالد ليش ما يكون موجود؟ حتى لو بحث الوحده، ويستحق الوحدة، ترى فريق كبير ويستحق عيسى مثل ما قال أبو تركي، ترى عيسى يعني لاعب مؤدب الحقيقة، والآن عنده شخصية صراحة تميزه مثل ما قال زميلنا، أنه يعني رغم أنه يعني مثلا أكيد عنده ملاحظات كثيرة لأنه عاصر السيد كارينو، ولكن يعني احترم السيد كارينو. أنا أتمنى أنه حتى لو تم التعاقد مع جهاز فني أنه يكون موجود الكابتن عيسى الحيان، ويكون مثل صاحب محمد. أتمنى بس أنه الشجاعة اللي كانت في نادي الاتفاق هذا السنة تستمر، أن الأندية الثانية أحمد العدوي، أنا ما أقول كل الأندية ها، ولكن أعتقد أنه التجربة ناجحة السنة هذه في الاتفاق. عطوي نجح في منتخبات، حقق كأس آسيا عطتها فرصة، الشهري في المنتخبات ليش ما نشوفه يوم من الايام في الانديه مسك دوري محترفين؟ يعني ليش الخوف لما يجي دوري محترفين لا ما اجيب وطني؟ ليه؟ وش ينقصه؟ الجنسيه؟ انت يجب تتكلم يعني انت اليوم بتركب تقنعني انت لو كرئيس نادي الهلال او النصر او الاتحاد او الاهلي بتبحث عن مدرب وطني؟ في بعض الاحيان في اربع اسماء ممكن يكون من ضمن خياراتي، اي في اربع اسماء وطنيه او خمسه ممكن يكون من خياراتي، عطوي، الشهري، يعني ما ودي أقول أسماء وأنسى أسماء، بس في أكثر من مدرب أخذوا فرصة حقوا نجاحات سواء في الدرجة الأولى أو لما تكلفوا، قد لا يكونوا مؤهلين الآن لأندية مثل أندية صدارة، ولكن بالتأكيد أنهم مؤهلين أنهم يدخلون دوري المحترفين مع أندية مثلا مراكز وسط يرتفعون فيها، مؤهلين لهذا الشيء. وأيضا على المدرب بالعكس، ميزة المدرب الوطني عن الأجنبي أنه أقرب وعارف نفسية اللاعب، تقل الخبرة، الخبرة إحنا اللي مقصرين فيها، الخبرة والتأهيل إحنا اللي ندعمه فيها. دكتور جاسم، عن الوحدة في هذا التوقيت، أنا أقول أن الإدارة كسبت هذا الموضوع، أنه كان في نقد كبير على إدارة الوحدة أنه في هذا التوقيت إقالة كارينيو، حاولت أصل للمعلومة في إقالة كارينيو، كانت كان حديث الوحدويين بأنه عندهم استراتيجية، ووجدوا أنه في هذا التوقيت كارينيو بالعمل اللي يقدمه لا يخدم هذه الاستراتيجية، وبالتالي وجود عيسى محياني الآن، عيسى يخطف ست نقاط. شوف، أول شيء يعني لا نسب مدرب وطني ونرفع له راية، لابد انه هو اللي يكون موجود. اي لابد تختار ناس مؤهلين، زي ما تختار انت احيانا مدرب اجنبي مؤهل، وفي مدرب اجنبي غير مؤهل. صحيح. والان استاذ طلال ذكر لك ذكر انه في بعض المدربين الاجانب شهاداتهم غير معترف فيها اسيويين، احنا كتصنيف الاتحاد الاسيوي لما يجي واحد من افريقيا عنده بي ما يعترف فيها عندنا. لا، هم متخصصين في معنى من افريقيا، ما هذا تصنيف اتحاد الاسيوي، تصنيف لان اضعف في افريقيا اسهل، اسهل الحصول على بي معتمد. اللي ابغى اذكره انه اول شيء قرار اختيار المدرب المناسب اللي ممكن يكمل في حاله اقاله المدرب الاجنبي، اذا انا هذه استراتيجيه عندي ان يكون مدرب اجنبي، لابد يكون مؤهل. الان الكابتن عيسى المحياني مؤهل لشيء هذا. صحيح. مسك الفريق ما عنده مشكلة، معد لياقيا، معد نفسيا، يختار التشكيلة المناسبة. قراءة المباراة مهمة جدا على فكرة، احنا عندنا مشكلتنا في القراءة أثناء المباراة، قبل وأثناء المباراة وبعد المباراة. طيب، هذه مهمة جدا. طيب، أنا وقتي انتهى، شكرا لكم ضيوف اليوم على وجودكم معي في الحلقة، كان ودي أعطيك استاذ بس وقتي انتهى، شكرا على تواجدكم معي في الحلقة. شكرا لكم انتم على المتابعة، لكن خلونا طبعا قبل الختام نشوف التنافس على مستوى هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التنافس مستمر وإن كان حمد الله رايح بعيد.